ياس انت فكرش على هادشي اخي خص والريجيم تاعو غدا. صباح الخير عليكم ابطال، كيف كلشي مزيان؟ هاني صحه لاباس. صباح الخير ومساء الخير يا للرواح. مرحبا بكم معايا اليوم في فلوق جديد، موتيفاسيون جديده. معايا مهدي اول يوم حتى هو غادي يديني معانا. مهدي راه بدا كيتولد شويه في الدومين ديالنا، دابا راه بدا كيجري معانا شويه واللعيبات حتى هو كيخدم لي مارجين. كي جاتك اجواء اخي مهدي دونطريمو معايا؟ اخويا قاصحه عليا شويه ولكن مزيان، خرجوا لاكريس. ياك بعد او ماي جاد حسيتي بشويه بديت كتولف شويه دونطريمو؟ تقطع الحمار ياك. هيلب مي هيلب مي. جاك تقطع الحمار ياك. دابا مهدي الحاجه وحده اللي ناقصه هي الريجيم، مازال ما ولفش يدير الريجيم. انا راه عطيتو داكشي اللي ياكل وداكشي اللي ما ياكلش. مازال كيعورها بزاف، فهمتي؟ خصني نبقى حاضر. هادي من داك النوع اللي خصني نبقى جالس معاه النهار كله باش ما يقلب باش ما ياكلش داكشي اللي وصيتو. انا شحال من حاجه وصيتو ما ياكلهاش، ولكن داكشي اللي كان وصي ما ياكلش هو اللي كيمشي ليه. كيفاش اخي مهدي دابا ما تواضبش معانا زعما هادشي هذا؟ ما تشدش معانا؟ غندخل للريجيم. ولكن صافي بركة بالطواجن وداك المعقودة وداكشي اللي كتشرب. تحبس من داكشي الزويوت، أي حاجة أي حاجة فيها الزيت حيد عليه. فهمتيني؟ فريت واللعيبات كل دابا داكشي المسلوق اللي عطيتك هو اللي غاتبعو اخي مهدي باش تحيد الكريسه. ما لقيتها هكا راه ما غاديش تحيدها. غاري غاري. يا كانت عاجبك قولها لينا اخي مهدي. واش عاجبك الكريسه؟ لا خاصني نحيدها. تحيدها يعني صافي خاصك تبع معايا البروغرام ديالك من اليوم. كاينش الغلط كاينش الغلط صافي. المهم بابا بونطري مورا كي الصراحه كيتحرك معانا. مرحبا اخي مهدي. هو داخل شوف فاست فود كلهم خصك تحيدهم اخي مهدي. نسى عليا فاست فود، تاكل الماكله ديال الدار، ماكله نقيه. تا هو تا هي كلشي هادشي كله خصك تحيدو اخي مهدي. هادشي غنبدا ندير البروغرام مرة في 10 أيام غنبدا تاكل، ولكن باش تاكلوا ليا كل نهار راه ما يمكنش أخي. هو المشكلة جابوا ليا الكرعين اليوم. واش كرعين أخي ما ديش بغيت نضرب الكرعين؟ اش بنيتك؟ اش بس في بالك هادشي أخي عبد الله؟ لا 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 وازا تريني معانا بدا تشري شويه باش تحط لاكريس اللي عندك. متفقين اخي مهدي؟ صافي مرحبا. اخر كلام بالك اخي عبد الله بهذا الشيء. الله يبارك فيك. عبد الله تا هو خوت راه غادي، تا هو راه شاد معايا الريجيم فهمتيني. راه غادي تبع الماكله اللي كنعطيك كويس. دونك طايمون بعدا تيجبد معايا ما خافش عليه. داكشي اللي تنقول ليه تيدير. تمنى هو الدراري واحد الترونسفورماسيون ديال عبد الله. انا تمعقلو عليه دابا كي داير. غاتسناو الترونسفورماسيون تبارك الله غيولي غوريلا داخل معايا في التيم دابا نايس. بقاو معنا الخوت حنا دابا. الله اكبر حنا غنمشيو دابا. الله اكبر. انا الخوت حنا غاديين في الطريق دابا ومعايا عبد الله. كما كتشوفوا معايا راه فرحان انه غادي يتريني. اش كيعجبني عبد الله ديما موتيفي انه يتريني معنا وتيبغى يتريني كيتقاتل اليوم. غا شوف اخي عبد الله واش شد راسك اليوم للتراكسيون. غنطلعو الريتم فاهم مزيان اخي عبد الله. هانية اللي جاب بسم الله. ومهدي تا هو راه غادي معنا هو. خويا عبد الله الطواجن الطواجن صليه صليه الطواجن. لا دابا عبد الله ماشي مشكل الطواجن، راه واخا يضربهم حيت هو خصو يزيد في لاماس فهمتي. يعني هو تيحرق تاهو من داك النوع اللي تيحرق. انت مهدي انت ما كتحرقش، انت خصك تحيد عليا الماكله. الماكله تاكل داكشي ما قل ودل
وتحرق وتحرق بزاف. دابا كندير مع الكرعينة. كرعينة خويا جيبوا جيبوا لعبد الله. جيبوا لعبد الله. جيبوا لعبد الله الكرعين. ناكلهم اليوم. لا 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 جيبوا لعبد الله. جيب لعبد الله الكرعين ديالك عطيه لعبد الله ياكله. عبد الله ولا خصو يزيد في العمر. امشي هيك السؤال. اوه هيل نو. تهز مع خايب هذه. ماشي مشكل كتسو مره مره هانيه دايزه. ليتس جو تشام. ليتس جو اسمع خايب لا جري خايب. زيد زيد غادي نجري زيد. اجري. اجري اسمع محمد. اول شيء خصتي. خصتي جري معنا خصتي. جري. فين غادي؟ فين غادي؟ فين هو غادي؟ غادي في الخسر انا حمادي. جري خصي جري 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 Allez, let's go, gorilla! Yeah, baby! Come on, come on, come on, come on! Yeah! Cho! Yes! Yeah! Come on! Ah, tu vois, Mehdi, ok, t'as un petit fetch! Les élastiques! Bien joué, Mehdi! Ah, qu'est-ce que tu as fait, Mehdian? Bravo! Respirez! Respire! Bien! Jbad! كاين تبارك الله هاكا نبغيك اخي مهدي فوالا موتيفاسيون ديما تكون حر حر النفس تكون حر اخي مهدي يا بوي كاين يس اوكو وي علي بيا كاين على ويلي هادي شحال تنضرب فيها 1500 2000 في النهار يا ودي لونطريمو يا ودي انا كنت تنتعلق في السطح تنضربها في السطح يضرب تراكسيون بالإلاستيك الخوت ها انتم شوف تبارك الله مهدي طلع النيفو هذيك جباد تبارك الله والله حتى كاين بالله اوه يس شحال دابا كاين اي ما بوي على خير مدري تروح تلعب بسبب لا تبعني تا داكشي اللي درتو غتمشي معايا اه 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 اه
كي جاتكم الحصة الدراري؟ كي جاتكم الحصة؟ عبد الله كي جاتك الحصة؟ شاح كي جاتك؟ باخر. موتيفاسيون كاينة ولا ما كاين؟ كاين من هذيك كي جاتك الحصة؟ لونطريمون ديال مايك تايزن. فين الكومبا اللي قلتي غادير؟ ها؟ كومبا مازال نديرو مع عبد الله. يجي الملولي يجي الملولي. اخي اخي مهدي اسمح لي اخي درنا درت مهدي درت لي واحد البرانك اسمح لي اخي مهدي هاني 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 معاك اخي يكلم ما بعدا قال ما هذاك الله يحفظك لي اخي مهدي الروح الرياضيه جاي جاي ان شاء الله مهدي والله الا راه بدا كيدير الناس وحق الله باع شفتيني انا اول البارح واليوم اول جوج حصات اديروا معايا زوينين وغادي تريني فيهم مزيان اخي مهدي والله الا اول مره شفتيني اليوم وداك المره مازال 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 الفلوغات مازال الانطريمون ديال مازال ان شاء الله اخي اسماعيل هسه خويا شوف عليك تحياتي اخي اسماعيل ناضي كناضي المهم الخوت حنا يلاه سالينا الحصه دابا غادي نمشيو نضربوا واحد حيوان مزيان نتقهوا مع الحباب بعد ما تريناو معايا وفرقوا معايا مزيان ضروري دابا غادي نفوزوا شويه ياك اخي خوستي كاينه اه توشوش بارك الله خوستي بوكس علينا اليوم تبارك الله اخي خوستي 55 شناك اخي عزيز شناك اخي شناك اخي عزيز اه داك الشعر اخي طالع تبارك الله عاد فين غادي دارك دارك الكاسك زعما في لي سيرفيسي بدينا جم لا بدينا اخويا خوتي صافي نتاخذ بيتزا اليوم عندك واش عطيتش البيتزا اخي هذا هذا هو راه هضرنا انا خويا ديال الريجيم غادي نمشي نضرب لك شويه البطاطا افيك لي صوص وشويه لادان فيهم نايس والريجيم تاعو غداز الريجيم غدا تبدا اه ولا عاودتي كليتي هادشي شنو خرجني من لاليست تاكل شي حاجه بحال هكا تمامس اخر بيتزا وعدهم واحد الجمهور وعدهم سنوعدكم هذه اخر بيتزا اي ذاتس بريتي جود يا لا خوتي هو وعدكم يلا الخوت المهم فيديو غادي يسالي هنايا وتبارك الله عليكم وشكرا على المتابعه ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله كان معكم كريم غوريلا وتهلاو لي فراسكم وليلة سعيدة تبارك الله عليكم